خلصنا مروان، خلصنا بقى. انت خريطت وقت الشغله صار فيها جريمه وغيرت اقوالك. وحياة الله يا فراس، ما صار هيك شيء. هلا انت حقك ما تصدقني بعد كل شيء حكيت لك اياه، بس الحقيقه انه ما صار شيء بيني وبينها. وحياة الله ما صار شيء. مرت فتره حطيتها ببالي بس المخلوقه ما قبلت. معناها تحليل ايمن مزبوط. انه شو؟ انه نحن رجال وقت بدنا بنت وما بنقدر عليها، ما في طريقه ننتقم منها غير هيك. لك لا ولو، بس مدري كيف تورطت وقتها بكلمتين وانتصرت تجرجرني، لقيت حالي عم ألف. بس اني ما ندمت، بعدين يشهد الله اني ندمت. وكذا مرة اقول بدي اقول لك اني كنت عم كذب، بس والله خجلت منك. لك ايه سيدي، منيح ما وصل الخبر لسامر، والا كنت انت هلا بالقبر مكان معتز. فالله